نية السيئة وإن لم تكن عليها مؤاخذة ولم تكن عليها عقوبة ولكن هذه النية الها اثار وضعي، النوايا السيئة لها اثار وضعية، وهذه الآثار الوضعية تترتب عليها، اكو هنالك كلمة لطيفة ينقلها يقولها احد العلماء يقول قل لي في ماذا تفكر اقل لك من انت فكرك يكشف حقيقتك ويكشف ماهيتك ليش عندنا تأكيد انه ابتعدوا عن الأفراد المنحرفين، لا تقعدون وياهم، إذا فرد منحرف، منحرف من الناحية الأخلاقية، أو من الناحية العملية، أو من الناحية الفكرية، حتى إذا هذا الفرد لا يحرق الانسان بناره، في كثير من الاحيان واحد يحترق، حتى إذا هذا ما يتحقق، ولكن هذا صديق السوء يلقي في ذهنك الافكار السيئة، هذه الافكار السيئة، المجلات الهابطة، حتى اذا واحد ما يعمل اي ذنب في كثير من الاحيان تجر الفرد المجلات الهابطه الكتب الهابطه القنوات الفضائيه الهابطه هذه تلقي في ذهن الانسان افكار سيئه وتلقي في ذهن الانسان تصورات سيئه هذه التصورات لا تحرق ولكن تلوث الانسان يصير ملوث باطنه يصير ملوث قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ليش إحنا كثير منا ما عندنا حالة الخشوع هذا التلوث الباطن الباطن ملوث